إصلاح في إصلاح في إصلاح، نصبح على إصلاح ونمسي عليه، ولكننا لا نرى حتى الآن أي ملمح منه. لم يبقى أحدا في العملية السياسية لم يتحدث عن الإصلاح، الأفندي وشيخ العشيرة واللي لابس كوفية واللي لابس عمامة طبعا أكيد، لكن أحدا منهم لم يوضح حتى الآن ما هي خطته للإصلاح. هل يجتث الذين أفسدوا أم يحولهم إلى أداة للإصلاح؟ وهل يعقل أن يصلح من أفسد أو يفسد من أصلح؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذه الليلة. ضيفي سيكون الدكتور وائل عبد اللطيف، سياسي المستقل وعضو اللجنة التحضيرية في المنبر العراقي الذي أعلن يوم أمس. مرحبا بحضرتك دكتور. حياكم الله وأهلا وسهلا. مرحبا، شرفنا حضورك اليوم. اسمح لي ويسمح لي السادة المشاهدين أن نذهب إلى أبرز ما كتبته الصحافة خلال اليومين الماضيين في أبرز ما سيتم مناقشته في حلقة هذا اليوم. الشرق الأوسط، كتبت البعثة الأوروبية تكشف عن 11 خرقا في الانتخابات العراقية. الغد بريس، كتبت مصدر يؤكد مخاطر تستهدف العاصمة، وعبد المهدي يوصي بإعادة انتشار القوات في مناطق الحزام. الصباح الجديد، كتبت استنفار أمني عراقي على حدوده مع سوريا. المدى، كتبت علاوي يعلن عن تشكيل تكتل سياسي جديد. وكالة بغداد اليوم، الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش قرب مصفى بيجي. مرحبا بحضرتك من جديد دكتور. أبدي مع جنابك مع الإعلان المفاجئ يوم أمس. سواء مفاجئ ولا لا، بس أنا ما أعرف ليش تفاجئت حقيقة، لأن أغلب الذين ظهروا في هذا الإعلان هم صارهم فترة طويلة غايبين عن المشهد وعن النشاط السياسي، حتى خيل لنا بأنهم قد اعتزلوا العمل في السياسة فيما عدا حضرتك أو دكتور أياد أو يمكن اسم أو اسمين آخرين. ما الذي استحث هؤلاء لأن يرجعوا مرة أخرى للعمل السياسي في تنظيم سياسي جديد؟ أقول سياسي اجتماعي ربما، لكن هو بالأخير يفعل فعل السياسة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك إلى كادر وقناة الشرقية الكرام جميعا. الذي أعلن وقرأ البيان هو الأخ قاسم داود وليس أياد علاوي. أياد علاوي أجاب على بعض الاستفسارات لأنه كان موجود ضمن اللجنة التحضيرية، ونحن لا نزال قيد اللجنة التحضيرية، نهيئ ونعد الدراسات والبرامج والتهيئة لانعقاد المؤتمر. أنت اعتراضك على العنوان الذي كتبته صحيفة المدى، علاوي يعلن عن تشكيد، هو مو علاوي اللي أعلنه، اللي أعلنه دكتور قاسم داود هو الذي قرأ البيان. قرأ البيان، نعم. وعن تشكيل تكتل سياسي جديد، هو تكتل سياسي جديد؟ هو ما أعلن كشكل تكتل سياسي، وإنما قال هذا المنبر الحر يلاحظ وضع المجتمع، وبالتالي يا أما نمضي بالعمل السياسي، لازم نبحث عن نقاط الإصلاح في العمل السياسي، يا أما نروح نعتكف وخلص ونغادر السياسة في هذا البلد. وبالتأكيد لا نستطيع أن نغادر، لأنه إحنا أكو موقعين يجب أن نميز بيناتهم، أكو موقع سياسي وأكو واقع سياسي. إحنا بالواقع السياسي موجودين، يعني ما تخلينا عن الواقع السياسي بالرغم من أننا غادرنا الموقع منذ عام 2010 تقريبا أنا والأخ قاسم داود. وأكثر اللي واقفين هم غادروا الموقع. إيه بالتأكيد، يعني مثلا الأخ سمير الصميدعي على سبيل المثال، الأخ حسن حسن العلوي
وكثيرين من الناس اللي كانوا واقفين هم الان هم الان انت سجلت تحفظك دكتور على ان علاوي يعلن، هل نفهم من ذلك بان الدكتور علاوي هو ليس المحور او العنصر المستقطب لكل هؤلاء؟ الناس فهمت ان الدكتور علاوي هو الذي دعا هؤلاء الذوات والاسماء التي حضرت واعلن عن مبادره جديده، الامر ليس بهذه الصوره؟ لا ليس بهذه الصوره، لكن ربما الناس فهمت انه الاعلان كان من مقر الاخ اياد علاوي وظهوره ايضا الى الواقع، فالناس فسرته على انه هو الذي كذا. هو انضم فيما بعد، هو الى دور كبير طبعا ما ينكر بهذا الاتجاه، لكنه الى حد الان نحن لجنة تحضيرية ليس أكثر من ذلك. كل الأمور سوف تتوضح بانعقاد المؤتمر العام الذي حدد في آذار القادم، عندها سيتبين من الذي يتبوأ الموقع ومن الذي يتراجع. عنوانكم الأساسي وهدفكم الأساسي الذي أعلن عنه هو إصلاح النظام السياسي، هناك مساعي سياسية أخرى من داخل العملية السياسية بقيت تردد أنها جاءت من أجل الإصلاح قبل الانتخابات وبعد الانتخابات. أصلا هذه الحكومة التي شكلت يفترض أنها حكومة إصلاح، والدكتور إياد علاوي هو جزء أساسي من تحالف كبير يدعي بأنه التحالف الأكبر هو تحالف إصلاح. هل هو إقرار بفشل مساعي الإصلاح أم أنه جهد مكمل للجهود الأخرى؟ سؤال مهم. حضور الأخ الدكتور إياد علاوي إلى المنبر العراقي حضور سياسي مستقل، طيب بغض النظر عن حزبه وبغض النظر عن تحالفاته وبغض النظر عن تحالفاته، يعني اي واحد حضر هو تماما ما إلى علاقة فيما ينتمي. بس دكتور تتفق وياي ربما لما أني أجي أنضم لكم معناها أنه أني أيست أو ما آمنت أو ما عدت مؤمن بشكل كلي في الجهد الآخر، فاني اريد اغير الطريقه لانه شفت اهدافي ما تحققت، تفسر بهذه الطريقه وربما التفسير الاقرب للمنطق هو هذا. وهل ترى ويرى المشاهد الكريم ان هناك فعلا اصلاح في العمليه السياسيه؟ طبعا انا ارى شكل وحضرتك ترى شكل اخر، لكن الدكتور علاوي ماذا يرى؟ ما يعني اللي هو جزء من هذا، مو هي هاي المشكله، هي هاي علاوي لا يزال هو الحقيقه كان ما اجى للمنبر العراقي لو انه كان اكو اصلاح وخطوات واضحه. شوف حضرتك الامور اللي هي منتكسه من بدايه 2006 اللي احنا ذكرناها الى الوقت الحاضر. مثلا المحكمه الاتحاديه العليا شرعت بموجب قانون اداره الدوله للمرحله الانتقاليه اللي وقعوا عليه اعضاء مجلس الحكم 8 اذار 2004. هاي المحكمه تنتهي في بداية انعقاد مجلس النواب للدورة الأولى وتبدأ محكمة اتحادية عليا جديدة دستورية بموجب الدستور، بموجب الدستور مو بموجب ذاك القانون، وهي الآن تعمل فقط بموجب قانونها وبموجب الصلاحيات التي منحت لها بقانون إدارة وأربع صلاحيات فقط. لا يجوز أن تمتد هذا الامتداد، وهي السلطة القضائية، وهي السلطة القضائية العليا التي تنظم عملية ممارسة السلطة في البلد طبعا. هذا واحد. اثنين، المجلس واحد بهذا البلد لا يكفي، لابد من تناوب مجلسين، تخفيض عدد الأول وإقرار الثاني اللي هو مجلس الاتحاد. مجلس الاتحاد قالوا يشرع القانون اللي هو الغرفة التشريعية الثانية، أحسنت، بعد دورتين انتخابيتين، يعني مو بال 2006 2010 اجت 2010 والقانون ماله جاهز وقانون المحكمة جاهز، ما يصوتون عليه. زين. المسألة الثالثة الآن بس خليني أوقف وياك، يعني هذه قضية مهمة حتى لو دقيقة يعني أسألك سؤال عليها. مجلس الاتحاد يتمتع بصلاحيات النقض والتصديق اللي كان يتمتع بها مجلس الرئاسة في الدورة الانتخابية الأولى، يعني بمعنى أصح مجلس الاتحاد ما هو الدور التوازن اللي يقوم به في السلطة التشريعية؟ شنو اللي راح يتغير؟ مجلس الاتحاد لا يفترق او لا يفرق عن مجلس النواب، لكن كل اللي حصل ان الاخوان في هذا الباب اعطوا كل الصلاحيات الرقابيه والتشريعيه اعطوها الى مجلس النواب، وهم مكلفين بوضع قانون لمجلس الاتحاد. هذه الخطيئه الاخرى الثانيه. ليش؟ لان هن
مركزين قانونيين متساويين، المفروض اثنينهم تنذكر صلاحياتهم واختصاصاتهم في الدستور. ما يصير واحد مذكور في الدستور اللي هو مجلس النواب وواحد مذكور أن مجلس النواب يشرع قانون مجلس الاتحاد. الأهم هو مجلس الاتحاد وليس مجلس النواب. طيب. راح أبين لك ليش لحضرتك وللمشاهد الكريم. نعم. الآن البصرة وأنا كمدينة يعني أعرف وضعها، أضرب بها مثل دائما، عدد نوابها 26 نائب. طيب. لكل 100,000 نسمة مقعد. في مجلس الاتحاد يصير لكل 1,300,000 واحد. ياهو التمثيل أكثر، أبو الاتحاد لو أبو مجلس النواب. أبو مجلس الاتحاد عمره يصير كبير. هو مجلس شيوخ تقريبا. أحسن. لا بد من وجود التحصيل العلمي، لا بد من وجود الخبرة في الحياة، بحيث من يجي هذا مهيئ جاهز كامل يتلافى الأخطاء التي قد يقع بها في مجلس النواب، يتلافى الخلاف الذي قد يقع فيه مجلس النواب مع الحكومة. شوف الخلاف اللي وقعت به الحكومة بال 2014 مثلا في قانون الموازنة اللي ما شرع أصلا، أهم قانون في البلد. 2013 كان خلاف بين المالكي والنجيفي وبين أسامة النجيفي، عطل قانون الموازنة وتقدر في ذلك الوقت ب 164 مليار دولار. اللي اجى وين قانونها؟ اللي اجى العبادي وقال ما اجى العبادي قال انا عندي بس 50 مليون. ما شاء الله. زين احنا شو مدرينا عندك 50 مليون؟ لو ما عندك احنا ما عندنا موازنه حتى نشوف، ما ندري شنو اللي صار شنو اللي حصل. لو كان هناك مجلس اتحاد موجود، هم عدده 2 من كل محافظه، 18 محافظه، يصيرون 36 نائب شخوص عندهم ثقل كبر بالسن. خلينا نحكي عن اليات الاصلاح دكتور. انتم تريدون من خلال هذا المنبر بان تصلحوا، بان تذهبوا باتجاه الاصلاح. اكو اختلاف كلي وشامل على اليات الاصلاح. البعض يعتقد ان الاصلاح الذاتي غير ممكن للعمليه السياسيه، يعني بالاصلاح الذاتي هو ان ذات الاحزاب هي التي تصلح ذاتها ونفسها وتعالج الفساد وتعالج كل هذه الفجوات التي حصلت. والبعض الاخر يراه ممكنا لكن بتغيير المنهج وبتغيير الرؤيه وبتغيير الشكل العام للاداره. انتم شنو رؤيتكم للاصلاح؟ ما هي الرؤيه التي اتيتم بها للاصلاح؟ احنا اولا اكدنا لمرتين ان الاصلاح هو سلمي. لا. يعني مو بيان رقم واحد، يعني مو ولا انقلاب ولا مدافع ولا انقلاب ولا زين. الى اخره. يريد غيرنا يسوي الانقلاب خي يسوي، لكن احنا ما لنا علاقه بهذا الموضوع. احنا سلمي. من قلنا سلمي فمعناها ضمن الادوات الدستوريه والقانونيه. فاحنا اذا نجي للادوات الدستوريه والقانونيه، القوى السياسيه الحاليه هي اللي معطلتها، هي مهيمنه على المشهد من 2005 من 2006 الى الان. مثلا تعديلات دستوريه ماكو، وكلهم يحشون على الدستور وكلهم جايين بواسطه الدستور. محكمه اتحاديه ماكو، مجلس اتحاد ماكو، هيئه التوزيع الاموال بين الاقاليم والمحافظات. يعني ما يصير جهة واحدة يجوز 5 موظفين وهم اللي يعطون إلى الأقاليم ويعطون إلى المحافظات. لازم أكو هيئة. والله قل تعرف أقلهم. نعم. وهيئة، هذه الهيئة تجلس وتشوف الواردات الفعلية الحقيقية. يعني صحيح أنتم قلتوا 56 دولار سعر البرميل، لكنه السعر وصل إلى 65. الفارق وين راح؟ منو اللي ينظمه؟ وليش ما تصدر موازنات تكميلية لهذا الموضوع؟ فإحنا حقيقة عندنا إشكال كبير في هذا الموضوع. فنعتقد أن هذه الهيئات بالإضافة إلى أنت شايف لك بلد مورد الأساسي دولة ريعية توصيفة، الدستور يقول يا بشرعوا قانون النفط والغاز، وقانون النفط والغاز غير مشرع مثلا، يجوز هذا الكلام؟ يعني طيب مش قانون النفط والغاز حضرتك، لا لا، اكثر من 70% من القوانين التي اوصى بها الدستور لم تشرع. الخلافات بين اقليم كردستان وبين الحكومه المركزيه وليست اتحاديه على اساس هذا القانون، وليست اتحاديه، قاعد يصير تصرفات من الاقليم تتجاوز بكثير من ما يريده الدستور. وبالتالي لانه القانون منعدم وما يبدون يشرعونه، حتى يتركون للاقليم انه يصدر بكيفه وين يريد يصدر،
وهذا إذا توسع بهذا الاتجاه هذا سوف يشجع البصرة والعمارة والناصرية والكوت وأربيل وكركوك وصلاح الدين والأنبار. أيوة مثل ما تسوي إقليم كردستان إحنا نسوي. تمام. شو الفرق بيناتنا؟ بالعكس إحنا كمية المنتج عندنا يعادل 5 مرات ما يتم إنتاجه في أربيل. ألمس من كلام حضرتك إنه أنتم تريدون أن تغطوا المساحة التي تعتمد على الرؤية الإدارية في إصلاح الدولة من الداخل. أي بمعنى أن الرؤى التي تقدم من خلال المنبر العراقي هي بالعادة تكون رؤى إدارية، رؤى إنعاش إداري، التخلص من التضخم الإداري الحاصل، عجز الدولة عن المعالجة، تنشيط مجلس النواب. ليس الأمر يتعلق بشكل النظام بشكل عام أو وضع استراتيجية أخرى لسير النظام السياسي في العراق. لا بالتأكيد وضع استراتيجية و إلغاء المحاصصة أي إن كانت جهوية طائفية سياسية. ما معقولة هذا إلي وهذا إليك، ويجون بأشخاص قاب العيطة عليهم في كل وسائل التواصل الاجتماعي، لا مدقق سيفياتهم ولا مدقق. هذا تحكي عن حكومة عبد المهدي. هاي الحالية أنا راح أسألك عن حكومة عبد المهدي، لكن أريد أسألك نفس الوقت الكلام اللي تفضلت به حضرتك أغلبه تحدثوا به سائرون، وتحدثوا به الفتح، وتحدثوا بأطراف أخرى ما أريد أقول تدعي الإصلاح لأنها كلمة شوية قاسية، تتبنى الإصلاح. هل بالإمكان التعاون بشكل أو بآخر والانسجام مع الرؤى مع هذه الكتل وهذه القوى من أجل الدفع بعجلة الإصلاح؟ لو أنتم تعتقدون أنه غلط إحنا نروح نتفاهم وياهم لأن هم أداة الإفساد أصلا. الباب مالنا المفتوح حسب الاتفاق في اللجنة التحضيرية مفتوح على الكل، بس بشرط ما عنده انتماء يقول أنا جاي من الدعوة أو أنا جاي من تيار أو أنا جاي من كذا أو جاي من، يعني يجي كفرد، تجي كفرد لوحدك تساهم أهلا وسهلا. هذا واحد. ثانيا احنا نريد نشوف مخرجاتك انت ابو الاصلاح. شنو مخرجاتك؟ صار عندك فد شيء في مخرجات صحيحه للاهداف اللي اطلقتها؟ صار لهم 3-4 أشهر ما يخالف، انتم الاغلبيه اخذتوها 3 أشهر. هذا لما اجى ابو 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 هاي شو اسمها الدوله اللي انفصلت عن ماليزيا 4-6 أشهر سوى ثوره من لا شيء من لا شيء. هذا بلد نفط وبلد غني وبلد استثمار وبلد فيه كثير من الثروات. هذا ما يراد له وقت كبير. بس بيتراه الإداري بفساد بفساد سياسي المحاصصة مثلا على سبيل المثال يردون هسه يخلون وزير خارجية على سبيل المثال يأخذون رأي من وياهل راح يعترض ومن راح يقبل ومن حصة من وياهل راح يرشحها. وشايف انت هسه وزارتنا بالتقسيط ما شاء الله. يعني بمعنى أصح أن الإصلاح، أنا من يتحدث بالإصلاح واللي أخذ أغلبية نيابية لم يصلح إلى غاية الآن، أو على الأقل لم يطرح رؤية إصلاحية إلى غاية الآن. لحد الآن ماكو شيء. هيك تعتقدون؟ بالرغم من يعني ضخامة البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب ومن إدارة الوزارة من رجل يعني عرف بالاقتصاد السيد عادل عبد المهدي، وهو ممارس مجلس الحكم، كان مناوب، أصبح وزير مالية. مالية أصبح نائب رئيس جمهورية، أصبح وزير نفط لاحقا. يعني هذه المناصب تكفي لأن تشكل عنده قاعدة جيدة من الخبرة، وعلى الأقل معرفة الشخوص الذين يستند إليهم في إدارة كابينة الوزارية وإخراجها من العمق الذي هو فيه. أكو نقطة لفتت انتباهي بالإعلان يوم أمس، وأنت اليوم هم كررتها ورددتها، هي أن يأتي الفرد بدون الانتماء إلى حزبه. خلينا نشوف دكتور علاوي شنو قال بهذا الصدد ونرجع ويا حضرتك. من خلال انضمام شخصيات مهمة وشخصيات أساسية لعبت دور في بناء هذه العملية السياسية، بس تجي تمثل نفسها، لا تمثل حزبها، لا تمثل حركتها، لا تمثل الطائفة، ولا تمثل العرق، ولا تمثل العشيرة. بس احنا مو حزب، بدنا نشكل حزب جديد. احنا ننتمي إلى أحزاب كنا، بس جينا تركنا أحزابنا وجينا إلى هذا الكيان اللي نأمل به أن يكون هو الكيان الفاعل مع جمعيات واتحادات لها موقع في العراق، لها قوة، لها نفوذ، لها امتدادات شعبية. هذا هو البعد الشعبي اللي يجب أن يحقق رغبات الشعب العراقي. أما هاي الانتخابات جوفاء كانت بصراحة. انتخابات لا تعني شيء، لا تغني ولا تشبع.
اولا هو التنكر عن الحاله الحزبيه، هل هو تنكر مؤقت ام ان المنبر العراقي يدعو الى الارتداد على الحاله الحزبيه في العراق والتعدديه الحزبيه؟ الدكتور علاوي يقول احنا تركنا احزابنا، تركتوها من غير عوده، لو تركتوها بشكل مؤقت، لو جاي انت تمثل نفسك بلحظه ما، لو شنو بالضبط؟ يعني هاي يمكن تحتاج تفسير شويه. لا يعني لكي لا يكون متناقضا مع نفسه، يعني انه يدافع عن الاصلاح على سبيل المثال، او يريد يبني برنامج اصلاحي وهو لا يزال في كتله قد تسمي نفسها الاصلاح. فلهذا احنا لما اجينا طبعا هو بالتاكيد عاجز عن ان يقوم شيء في الكتله من جانب الاصلاح، لانه اول ما يسالونه ايش كم نائب عندك؟ ما عند النواب هذا علاوي 7 مدى 8. فبالتالي هم ياخذون الكلمه وياخذون الراي منين؟ من صاحب الاصوات الكبيره، من صاحب المقاعد الكبيره. ولهذا تشوف الفتح صارت في موازاه سائرون، واتفقوا اثنينهم اصحابهم هم اللي يقررون مصير البلد. اما من مع سائرون، من مع الفتح، هذا جانب اخر. فبرزوا شخصيتين، برز السيد مقتدى وبرز هادي العامري، هذول هم اللي يقررون الان واقع الاصلاح، وفيما اذا كانت الوزاره محاصصاتيه ام لا. يعني وزيرها راح يعود عليهم، لان هم المسؤولين عن ولاده هذه الوزاره، والا كان ما شكلوا جبهه او كتله نيابيه اكثر عددا الاصح، التي سمت رئيسا لمجلس الوزراء الاخ عادل عبد المهدي. بالتالي من 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 ينسحب يقول انا ما جاي امثل حزب الوفاق الوطني ولا جاي امثل الاصلاح، لانه احنا ما لنا حق نتدخل بوضع الاصلاح ولا بوضع العمليه السياسيه الحاليه، اصلا ما ياخذون راينا، اصلا ما يسالوننا، اصلا ما ينشدون عنا. فانا حاشر نفسي وياهم على شنو؟ انا دا ابني شيء جديد خارج الافكار التي، بس الشيء الجديد ما بي ثقل نيابي، ما بي مساهمين في صناعه القرار السياسي. اليوم من ضمن رؤيه الاصلاح هو إعادة النظر بالنظام الانتخابي ككل، ومحاوله استقطاب الناخبين من اجل كسب الشرعيه. اذا انت مو جزء من البرلمان، شنو اللي راح تقدر تقدمه؟ واحنا شفنا المظاهرات اللي طلعت وناس ماتت وناس ما اعرف ايش صار بيها، وما تغير النظام الانتخابي، ويمكن تغيرت منه اشياء بسيطه، وهم رحنا الى مفوضيه محصصاتيه قد تكون اكثر، ما اريد اقول اسوء، تكون اكثر يعني محصصاتيه درجه في توزيع المناصب بين الاحزاب. انا اعتقد افضل جواب هو تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد، نعم، التي شخصت في 11 نقطة سلبيات الانتخابات اللي احنا شخصناها بالأيام الأولى، مع القانون اللي سنوه اللي شرعوه، مع الجهاز اللي جابوه دق النجف، 3 دول مشتركة به والعقد يصير باسطنبول. شنو علاقة اسطنبول؟ الجهاز جاي من كوريا الجنوبية، شركة ما لها وجود. المهم فد مسائل كثيرة جدا نبهنا أنه هاي الانتخابات ما راح تكون سليمة، ما راح تأخذ معيار سليم، ما راح تأخذ معيار صحيح. وأنا بادرت إلى إقامة دعوة في 20/4/2018، طعنت، قلت يا محكمة اتحادية بس شيلونا التصويت الإلكتروني عبر هذا الجهاز، حتى تصير المفوضية تملك حق بأنه تروح إلى العد الفرز اليدوي. أخاف تضايق من هذا الجهاز. هذا اللي ما حصل، اضطرت مجلس النواب أن يعدل بعد الانتخابات ويرفع هاي العبارة مال هاي الجهاز. ولكن أنا كما ذكرت في المؤتمر الصحفي، ال 48 نائب اللي احترقت صناديقهم قالوا المفوضية احنا عندنا سيرفرات، رأسا راحوا حرقوا السيرفرات. شنو معناته؟ يعني شنو المدلول؟ المدلول أن التزوير متعمد، ممنهج، علامة واضحة في هذه الانتخابات. أضف إلى ذلك السلاح اللي دخل، العنف، القوة، الإرهاب، المال السياسي، المال السياسي، بحيث أن هذه الانتخابات حقيقة شكلت مفصل خطير جدا لدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي استضافني في اليوم التالي لإقامة الدعوة. شنو عندك؟ قلت له 8 نقاط، 1 2 3 4. قالوا أنا هم راح أضيف لك 8 نقاط.
وتكلم بها أمام مجلس الأمن الدولي طاعنا بالانتخابات التي حصلت في 12/5/2018، وتجي بعثة الاتحاد الأوروبي الآن تؤكد على أن هناك 12 خلل في انتخابات عام 2018. طيب أنا كعراقي أنا بعد عندي ثقة بالانتخابات وبمجلس النواب. أصلا قبل تصير هاي اللغاوي كلها هو العراقي ما كان عنده الثقة وما راح للانتخابات. ما راح ليش؟ لأنه عرف الاصطفافات شنو والوضع شنو والترتيبات شنو اللي حاصلة، بحيث أنه البصرة 17% ما راحوا، ما سجلوا حضور 17%، قال كل من نطلع احنا شنو صار لنا خامس سنة نتظاهر ما صار شيء، ما صار شيء. المي ما تغير. أحسنت. المي ما تغير. والآن هاي مخرجات العملية. هذا ممتاز، هذا يدفعنا دكتور الى التساؤل، ما هي الاليات ل يعني هو سؤال فلسفي خلينا نسميه جدلي. هسه انا اعارض العمليه السياسيه واني ما امن بها، لو اعارضها واني امن بها لا، اذا ما امن بها فاني استدعي اروح لا. انا ما انسحب منها، انا جزء من عدها، تؤمن بها ومخرجاتها. لا لا لا، انا اريد اخلق قاعده جماهيريه رافضه للقوى السياسية الحالية التي لا تستطيع أن تدير الأمور في البلد. أنا ما أريد يعني أغادر الساحة السياسية. أنا ما أغادرها. زين. أنا عايشها. بس أنا ما عندي أذرع إلها. نخاف دكتور. يعني ما عندي جمهور. دكتور البعض يعتقد، خلينا نشوف والله الفيديو مال الأستاذ عبد الحسين شعبان. نحن نحتاج إلى دستور ديمقراطي. لا يمكن الحديث عن دستور ديمقراطي في حين هناك حديث عن المكونات، وردت في الدستور العراقي 8 مرات، والمكونات لا تعني سوى نظام المحاصصة الطائفي المذهبي الذي جاء به بول بريمر بعد العام 2003 في صيغة دستور المرحلة الانتقالية. سرد عليه، مو صحيح. مو صحيح هذا الكلام؟ لا لا، أولا وردت. أخو خليني أوجه لك السؤال. لا خليني بالمكونات. زين. وردت مرتين. زين. عندما تشكل لجنة لإعادة التعديلات الدستورية لازم كل المكونات تحضر. زين. يعني يحضر الكردي والشيعي والسني والتركماني وكل مكونات الشعب، لأن هذا دستورهم جميعا. هذا اللي وردت بلفظة المكونات ووردت في الديباجة. هاي هي. وين مذكورة بالثمن مرات؟ يعني تعتقد أن الدستور هو مظلة فعلية وحقيقية ناجعة للإصلاح، لأن نذهب باتجاه ممكنات الإصلاح للنظام السياسي الحالي، أم أن الخلل في الدستور أصلا كما يشاع؟ أنا أعتقد كمساهم في قانون إدارة الدستور. الدولة للمرحلة الانتقالية اللي وقعناه في ولجنة كتابة الدستور أيضا، ومساهم في لجنة كتابة الدستور ولجنة الصياغة ولجنة المطبخ اللي بالقادة السياسيين الكبار. جيد. هذه اللجان أنا كلها مواكبها وكتبت كراسة، للأسف ما جبتها لحضرتك، التعديلات الدستورية نقاش في النقاط الخلافية. النقاط الخلافية صارت 15 نقطة خلافية على بعض التعديلات. لكن تسألني عن الدستور، أقول لك من أفضل دساتير المنطقة العربية. من أفضل دساتير المنطقة العربية. ومن الممكن أن يكون أرضية أو منطلق من أجل إصلاح النظام السياسي؟ نعم. يعني الخلل هو ما بعد الدستور وليس الدستور أصلا. أولا هو ما يريد يبني الحكومة ومحاصصاتي، يقول أن الكتلة النيابية الأكثر عددا ترشح رئيس، تسمي رئيس مجلس الوزراء. هنا أريد أسألك، رئيس مجلس الوزراء دكتور هو الذي يختار الوزارة يا أخي؟ دكتور هو الذي يختار الوزارة. لو هو عنده حرية اختيار الوزارة كان هم قائمته يتحاسبه وهم القوى الأخرى اللي موجودة يتحاسبه طبقا لقاعدة الأغلبية السياسية. جيد دكتور هنا بالضبط، هنا أريد أسألك سؤال للتاريخ. يعني بالعالم المحكمة الدستورية تعتمد في تفسير نصوص الدستور على قصدية المشرع، أي بمعنى أن ترجع إلى المحاضر التي كتبت فيها الدستور، وإذا كان كاتب الدستور المشرع حي تأخذ شهادته. أنا اليوم أريد أخذ شهادتك، نص المادة 76 كنتوا تقصدون الكتلة المتحالفة فيما بعد أم الكتلة التي فازت بأكبر عدد من المقاعد؟ هذا في السؤال أثير لغط كبير على المحكمة الاتحادية العليا، وهي مصيبة في تفسير القرار. النص يقول تسمي الكتلة النيابية الأكثر عددا، والنائب يمر بثلاث مراحل. متى أنا متى أصبح نائب؟ بعد ما تردد القصر. أنا أول مرة
تابع إلى كيان سياسي، هاي المرحلة الأولى. مرشح وفائز بالانتخابات، وبعد ذلك أنا مرشح وبالمرحلة الثالثة أنا أفوز وتصادق على اسمي المحكمة الاتحادية العليا. أنا لحد الآن ما أصبحت نائب بغض النظر عن التفسير. أنا ليمتى أصبح نائب وأخذ الحقوق والامتيازات وتترتب عليه الالتزامات عندما أؤدي اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور؟ هذا تفسير. لحظة بس هسه هذا تفسير. أنا هم عندي تفسير مقابل أقدر أعطيك إياه. أنا أسأل عن قصد المشرع، ماذا كان يقصد المشرع حينما كتب نص المادة 76؟ دكتور حمود هذا الذي أتحدث عنه. أها هذا الذي أتحدث. أوكي هذا يمكن يأخذ عندنا مساحة أكبر من جد، لأن بعض شهادة وقرار المحكمة الاتحادية بالتفسير في ذلك الوقت صحيح، بالرغم من اعتراض الأخ عياد علاوي، وكرر أيضا في هذا الإعلان كرر مرة أخرى. لكن أنا أقول لك بصراحة أن قرار المحكمة الاتحادية في هذا الموضوع كان قرارا ينسجم ويتلائم مع محاضر جلسات لجنة كتابة الدستور التي بلغت 4 مجلدات، وأن المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا هي التي تتشكل قبل الانتخابات وتستمر، أو تتشكل بعد الانتخابات وهو الأفضل. جيد، هذا الموضوع أتمنى أن نناقشه بشكل أوسع، لكن ما بقى عندي وقت هواية وعندي محور مهم. الحكومة قاعد تحث الخطى باتجاه مكافحة الفساد، أو خلينا نقول مجابهة الفساد. المكافحة شوية فد مفردة متقدمة، مثلا على سبيل المثال شكلت مجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ويبدو الدكتور عادل عبد المهدي نوعا ما جادا في هذه القضية، إضافة لاعتماد على بعض الأشخاص. أكو رأي آخر يقول لا والله ما راح يقدر، هذا ديكور وما أعرف إيش. أصلا دكتور عادل عبد المهدي لغاية الآن خطواته خجولة بهذا الاتجاه. خلينا نشوف رأي الدكتور نديم الجابري بهذا الخصوص ونرجع نناقش هذا الملف. المشكلة في مكافحة الفساد ليس في إيجاد أطر قانونية وليس في إيجاد مؤسسات رقابية جديدة. المشكلة لا توجد إرادة سياسية لمكافحة الفساد. هذه الظاهرة التي تستفيد منها كل القوى السياسية ليس من مصلحتها أن تنتهي بطريقة المحاسبة والإقصاء. فمتى ما تتوفر الإرادة السياسية تتم معالجة الفساد. وانت من تريد تعالج الفساد مو تروح على الفساد الإداري والمالي، انت استخدم نظرية الدومينو، اضرب الفساد السياسي يتهاوى الفساد الإداري والمالي. ولكن الفساد السياسي من اين تأتي بالإرادة السياسية القادرة عليه؟ واحدة من التشخيصات اللي خلينا نسميها الأكاديمية لمعالجة الفساد. الفساد ما يعالج بطريقة تشكيل لجان أو تشريع قوانين أو اتخاذ إجراءات. تتفق مع هذا الرأي؟ أو بالأحرى كيف تنظر إلى خطوات عبد المهدي في مكافحة الفساد تحديدا؟ لا، هي اللجان والتنظيم لعمل مكافحة الفساد أمر ضروري، لكن البلد غائب عن هذا الجواب. لا، عندنا ديوان الرقابة المالية يمكن وحده مؤسس يكفي. ليس في عام 33 وإنما أقل من هذا التأريخ، مؤسسة أكثر رصينة يعني لا أقل بالعمر أكثر أطول يعني يعني أقل من 33 يمكن بالعشرينات 27 كما فهمت آخر محاضرة عندي وياهم في كربلاء 1927. هذا الديوان بمراقبين وبمحققين وبرجال مال بآليات بآليات متكاملة، بحيث من يروح إلى مؤسسة مالية يعرف من أين يدخل الدينار ومن أين يخرج، ويطلع عنده تقرير سنوي ويمكن هذا مؤسسة. ويمكن هو الديوان وحده يكفي لمراقبة الفساد لا بحاجة إلى هيئة نزاهة ولا مفتش عام ولا والآن أقول لك شنو في هيئة النزاهة شنو اللي يصير. أي الرئيس من فلان حزب، النائب لازم يصير كردي، البقية لازم يتوزعون من الأحزاب كما هي هيئة المساءلة والعدالة. إذا أضبارة تتعلق بالأكراد نجيبها خلنا نغلقها لا تخرب العملية السياسية. أي أنا أقول لك حقيقة يعني. وبالتالي مو هذا هو دكتور نديم قال إنه الفساد السياسي المفتش
دائرة فائضة عن الحاجة. دكتور أود يقول دكتور نديم يقول المشكلة مو بمعالجة الفساد المالي والإداري، هذا تحصيل حاصل صحيح. ممكن يعالج بشكل بسيط صحيح. المشكلة بمعالجة الفساد السياسي، هل أكو إرادة متكونة لدى الأحزاب والقوى السياسية في معالجة الفساد السياسي وهو أولى خطوات الإصلاح؟ إلى اليوم هذه الإرادة لم تتبلور أصلا، والذي يريد أن يجابه الفساد في العراق عليه أن يحضر كفنه. من هو يحضر كفنه؟ اللي يريد يكافح الفساد. معقولة؟ نعم. يعني أكو قوى سياسية. إمبراطوريات الفساد في العراق اليوم ما خلت جانب ما دخلت به إطلاقاً. تقول لي الموانئ أقول لك وزعوها على الأرصفة، تقول لي المنافذ الحدودية أقول لك وزعوها، تقول لي القمارك أقول لك وزعوها، تقول لي النفط أقول لك هاي البصرة وهذا حق العلاس وهاي الديلقة بالسليمانية وهاي كركوك اللي طلعوا يوميا ينسرق من عتها 30,000 برميل ولا يزال الإقليم يصدر 250,000 برميل إلى ميناء إيلات الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ العراق، وإحنا عندنا موقف من إسرائيل بصراحة، يعني إحنا عندنا موقف من إسرائيل. هذا 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 الفساد اللي هو أمام منظور الدولة، هذا موثق للتهريب، يعني هو عملية تهريب فقط 250,000 برميل كل تجاوز. لحظة، 250,000 برميل التي تصدر إلى ميناء إيلات، هذا في إطار التهريب لو في إطار التصدير الرسمي؟ يباع بكلف بسيطة جدا، فمعناتها مو سعر سومو كما تعلن التقارير، مو سعر سومو الموحد. شوف حضرتك، حقل الرميل الجنوبي يعتبر نفوطة من النفوط الخفيفة اللي سعره يزيد دولارين أو ثلاثة عن السعر العالمي لأي نفط، وهذا اللي قاعد تبيع الكويت بيه، وهذا اللي بعد أن أخذت الرميلة وسوت عليها 400 بئر نفطي وبدأ إنتاجها من النفط الخفيف، والعراق خال إيده على خده ويتباوع الكويتيين شنو يسوون. هاي اللي دخلها صدام حسين على مود السرقة مالة النفط، ووفدهم اليوم موجود في العراق يتفاوض على الرسم النهائي لخارطة الحدود في خور عبد الله وفي خور العمية وفي وفدهم موجود في بغداد. نعم، يتفاوض على ترسيم الحدود، هذا شيء إيجابي. مشكلتك وين؟ النهائي اللي بيها تجاوز كبير على قاعدة قصر البحرية وعلى الحقول النفطية المشتركة وعلى خور عبد الله وعلى ميناء مبارك المخالف لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية البحرية وإلى الأراضي اللي أخذوها اللي تعتبر الخزين الاستراتيجي لنفط العراق ونفط الأحياء. دكتور بالأخير الكويتيين ما جايين يفرضون علينا شيء غصبا عنه، أكو عندنا حكومة تدافع عن مصالحنا، شنو موقف هاي الحكومة أزاء هاي الاتفاقية واللي تسمي حضرتك بالترسيم النهائي؟ والله أكو ناس أعتقد في العراق يريدون خيرا للعراق أكثر مما يريدون الخير للعراق. يريدون خيرا للكويت، للكويت أكثر مما يريدون الخير للعراق، وهم على مستوى سفراء وعلى مستوى وزراء وعلى مستوى العلاقات مثلا الاجتماعية. مثلا اعطيني مثال. كثيرين، مثال كثيرين، وحقك 6 عوائل أنا تطرقت لهم، 6 عوائل ذولا علاقاتهم دهن ودبس ويا الكويت، وذولا على مستوى وزراء وسفراء موجودين، سفراء ووزراء وكلهم جاي الكويت على حساب حدود العراق. هذه راح تمرر الترسيم النهائي، راح يمرر وفق هاي الطريقة وهذا الأسلوب. هم جايين بصيغة الاستثمار المشترك للنقاط الحدودية. نعم. طبعا هي حدودنا ما كانت صفوان، كانت المطلع يوم زي. اللي عبد الكريم قاسم قال الحميد الحصونة قال له رابط عند الحدود، رابط عند المطلع. والجوازات كانت تختم المطلع 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 المطلع، شلون زحفت إلى صفوان؟ واليوم بعد راح تزحف، لأنه ليش؟ راح يصير أسواق ومنطقة حرة وإلى آخره. ف الكويت تقرض أرض البصرة، تقضم. هاي الاتفاقية راح تمشي؟ هي ماشية ويا النشامة، لكن هذا الترسيم الأخير على حد علمي من ضباط المساحة
هذا الترسيم الأخير يبدون يأخذونه الكويتيين وربما وياهم العراقيين ويرحون إلى أمريكا يدخلون هناك بالسجلات وينتهي الملف بين الكويت وبعد حتى المطالبة ما لها داعي. بعد ما لها داعي. طيب خلينا نأخذ جولة صغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن بقى عندي يمكن 3 أو 2 دقيقتين دا يقول لي المخرج. الوعد الكريم خلف كتب النفخ والتضخيم والإشاعات لعودة داعش بدأت تتصاعد حتى الأطراف التي تتقاطع مصالحها في العراق عززت هذه الفرضيات الوهمية والمتضرر الوحيد منها هو العراق. بعض الجهات تدفع لإحياء الطائفية وهنا لابد من التذكير بموت الاثنين داعش والطائفية ولا سبيل لإيقاظ ميت. الحديث عن عودة داعش والتمدد الحاصل من الصحراء وإعادة التكوين ومعروف إيش سياسي إلى علاقة بمفاهيم إقليمية لو حقيقي إلى علاقة بضعف أجهزتنا الأمنية وعدم قدرتها على التصدي خلال فترة ما بعد داعش. أولا للأسف الارتخاء والثبات الذي أصبنا به بعد إعلان انتهاء داعش من الناحية العسكرية كان غير صحيحا وغير موفق. فالمفروض أنت داعش موجود ويقاتل في سوريا وأرضك مع سوريا مفتوحة وما عندك مراقبة جادة لخط الحدود بينك وبين سوريا. طيب. اثنين داعش قالت راح أظهر بمظهر ثالث ربما الأكثر هذا أنها سوف تعود إلى موضوع القاعدة وليس إلى داعش دولة الخلافة الإسلامية. ثلاثة أكو موقف متناقض من تواجد القوات الأمريكية على الأرض العراقية. الفصائل المسلحة والحشيد يقول لا 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 نقبل ولا نرضى بتواجدها. بس العرب السنة والأكراد يقولون احنا نرغب ببقاء القوات مو بس الأمريكية. نرغب احنا ما نقبل تطلع اصلا. نعم وما نطلع. الأمريكان يقول لك انت اذا اتخذت اي قرار في مجلس النواب انا انسحب حتى من اربيل واقليم كردستان وحتى من المنطقة الغربية ولن اعود واخليك تو داعش. هي بس معركة الموصل اخذت من البلد 25 مليار دولار معدات ومهمات وجيش وهذا هذا هذا التخاذل اللي صدر. وأنا أعتقد أيامه سوف تظهر في الأيام القادمة شلون المنشآت وقفت على أبو غريب وشلون طلعة وين تمركزة وليش رجعة وليش سقطت الموصل أظن سوف يكون لها كلام في الأيام القادمة. لكن أنتم عندكم جانب ونخر كبير كان يهدم الاقتصاد العراقي فليش بعدها ما أنتم هاي الموارد والآدات مرحلة ما بعد داعش ما بعد داعش لا مرحلة ما بعد داعش تاركوا أرضية جيدة لإعادة إحياء بناء الدولة بالتأكيد فشلنا انتهينا من الطائفية وانتهينا من النزيف مع ذلك فشلنا من داعش ولكننا فشلنا في خلق رجال دولة يستطيعون تتوفر هيك فرصة مرة ثانية ما أعتقد. في ختام هذا اللقاء لا يسعني أن أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور وائل عبد اللطيف عضو اللجنة التحضيرية في المنبر العراقي والسياسي المستقل. شكرا لجنابك وأتمنى لك الموفقية الدائمة. وأنتم سادة المشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة. ألتقيكم في حوارات مقبلة بإذن الله تعالى.